الخير يا جماعة الخير، في يوم الثاني في بورتو. إن شاء الله اليوم بنروح شيء خطير، من زمان أنا أبي أروح له، وبنزور الأماكن المشهورة فيها بورتو. طبعا بورتو مثل ما قلت إن هي مدينة وايد صغيرة ووايد بسيطة، بس تشتهر بأشياء وايد حلوة: المكتبات، الجاليريز، المناظر الجميلة، البنيان الحلو اللي تشوفونه في أغلب البنيان اللي شفناه وإحنا قاعد نتمشى. بأخذكم بهذه الأجواء وخليكم وياي. بنروح هذه المكتبة، من أشهر المكتبات اللي موجودة في البرتغال. مشكلة بسافروا مع ناس وايد خصون. لحين ما مشوا، لحين ما طلعنا. طلع الساعة كم؟ وصلنا يا جماعة الخير، شباك التذاكر حق المكتبة. هذه التذاكر يا جماعة الخير، الواحد بخمسة يورو. الفكرة ان انت تشتري كتاب من داخل مكتبة ويخصموا لك 5 يورو، يعني هو كنا فاوتشر وتيكت بنفس الوقت. تذكر فيديوهات أمريكا. يا سلام يا جماعة، أحب السبيشاليتي كوفي فلات وايت رقم 2. تدرون هذه اكثر واحده سترونج، هذه اريلي فلات وايت. احلى من الساعه. جربي توحيده ما تعجبك مره. اوكي جماعه الخير، بعد يوم طويل حد يعانى، احس انا شيء ما كليت، احس شيء دروب اوف، فبناكل الحين بمطعم حد يشوق موجود بمنطقه بوز. منطقه بوز هذه من المناطق المشهوره البحريه اللي موجوده، هذه المناطق البحرية اللي مشهورة في بورتو، بورتو المنطقة اللي احنا فيها. الحين بالواجهة البحرية، البحر والله العظيم يعني انا اصنفه انه من احلى البحار، يا بقول هو من احلى المحيطات اللي شفتهم بحياتي. خيال خيال والله، يعني انا الحين قاعد اكلمكم قاعد اطالع مثل ما هو فعلا خيال. شوفوا جونا قهوة يا جماعة، الحزة صجع عربان ما في فايدة، حتى هم مسافرين يحبون قهوة عربية. حاليا بندش واحدة من أشهر الكنائس اللي مبنية في 1932، البنت مالها. بورتو وايد وايد كبيرة، تشوفون المنظر ينن وراي. هذه منطقة جايا ورا، تركبونها عن طريق الجسر، هي صوب ريبيريا، ريبيريا صوب بورتو، وتشي تروحونها صوب جايا. عجيب، مشينا تشي صدفة، قاعد نمشي لان احنا كلنا نروح الاتجاه اللي طاف، اوكي لولو، الاتجاه اللي ورا اللي هو السنترز، المباني، المطاعم، فقلنا هالمرة نروح هني صوب جايا. صباح الخير يا جماعة الخير، بيوم جديد في بورتو. طبعا الحين جايين نتريق بمكان
بعدها بننطلق ونتمشى اكثر. بس انا اكتشفت هني في شيء بالبرتغال انه اغلب الاماكن تسكر يوم الاحد، يعني توقعت انه ما يسكر، يعني باريس مثلا لندن خلاص يعني الدول هذه تعودت ما قامت تسكر يوم الاحد، بس هني للاسف انه يسكرون. بس لقينا كم مطعم كم شيء مفتوح ونتمشى ونكتشف يعني الاماكن ما دشينا. شوفوا يا جماعة بوريكم قلب ينن. يلا يا جماعة شوفوا جيب لي فيه ان نقدر نلبسه باكثر من طريقة. يصير شي راب، هو لولو. شوف هو لولو على كذي ابينن، راح اخذه حتى حلو. في تور يا جماعة مدة ساعة، كل فرد ب13 كذي تنطلقون بهذيل التوك توك. شنو الطريقة؟ ان اذا تبون انتم تسوون كاستمايز فيه تاخذون العاديه ب13، هذه الاسعار وكل شيء. Thank you. هذه كنيسه صار لها 600 سنه تنبني، واخذوا الفلوس من بلجيكا. يا يا جماعة تذكرون أمس لما جينا هني بالليل؟ اليوم رحنا الصبح. هذه الجهتين يمين ويسار، ريبيريا وقيا قايا. Physically touch each other. Really? They are the construction. They are religious. Between them to separate them. يا جماعة هذه الكنيسة كانت بالسابق بس حق النساء، وفي كنيسة صوب ثاني حق الرجال، لكن يفتحونهم حق التورست، لكن يفتحونهم حق السياح نفسهم إنه يدشون ويشوفونها. المبنى يعتبر من أطول المباني في بورتو. لما كنا بالتكتك عرفنا معلومة وايد حلوة وبسيطة، اللي هو لما التجنيد مثل في دول كثير عندهم النجباري، لا هم عندهم النجباري في نعمه 18 وطالع حق الجنسين بنات وشباب. بس الغريب العجيب انه يوم واحد، يروحون الصبح يردون آخر الليل. من اشهر المحطات اللي موجوده في بورتو، مثل ما تشوفون ان فيها وايد من المعالم والمباني اللي تخص الحقبه التاريخيه اللي مرت فيها بورتو، ونفس الشيء البلاط والازرق عجيب. هذا قشنا وراجعين لزبن. وصلنا وعلى طول طلبنا اوبر عشان نروح الفندق. الفندق الثاني في لزبن، طبعا احنا سكننا ليلة والحين الليلة بعد بورتو. وايد مرتبة وبيسك. الله في بلكونة تترى.